صباح الخير هايدي. صباح الخير عفاف، كيفك اليوم؟ تمام، وانت كيف؟ تمام بهذا الجو، اكيد ان شاء الله هيك يا رب يكون خير. بدي اقول لكم صباح الخير. اليوم وكل يوم هو بدايه جديده لحتى نبدا فيها بكل الامور يلي ما قدرنا نعملها امبارح. خلوا هاليوم وكل يوم وكل صباح هو بدايه جديده لحتى نستغله ونعمل فيها كل الاشياء يلي بنقدر عليها، ودائما لازم نتوقع الخير بكل شيء بنعمله، فكله متوقع آتن. وكمان اكيد ما بدنا ننسى النيه بهذا اليوم، انه تكون نيتنا صافيه تجاه كل شيء، وعلى نياتكم ترزقون. صباح الخير وصباح الرزق الحلوه لقلوبكم، وبدي ارجع اصبح على هيدي. يسعد صباحك يا عفاف، اكيد الصباح الاكبر لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا بصباح جديد ويوم جديد، واكيد ان شاء الله يا رب بيحملكم كل الخير والصحه والرزق وراحه البال. واكيد مهما مرينا بالحياه بظروف صعبه وايام صعبه، لازم يكون عن هيك فسحة أمل من خلالها نحن نطلع على الأمور الإيجابية بحياتنا. وأكيد مشوارنا الصباحي بنترافق نحن وأنتو لمدة ساعة ونص من الوقت بالعديد من الفقرات العديدة والمنوعة، وأكيد تقارير بمحافظتنا السورية، ولكن مثل العادة فاصل صغير ونبلش. وأكيد مشاهدينا قبل ما نبدأ أولى فقراتنا لليوم ونستقبل أولى ضيوفنا، خلونا نروح لأولى تقاريرنا وفعالية لملتقى الأسرة السورية للإغاثة والإيواء الإنساني فرع اللاذقية بعنوان العمل الجماعي نبني الوطن، أكيد بالمكتبة المركزية بجامعة تشرين. تفاصيل أكثر بالمادة التالية. تكريس العمل الجماعي والتشاركية بين المجتمع الأهلي والجهات المعنية ضمن فعالية لملتقى الأسرة السورية للإغاثة والإيواء الإنساني فرع اللاذقية بعنوان بالعمل الجماعي نبني الوطن في المكتبة المركزية في جامعة تشرين. نحن دائما، وهذا طبعا من الأهداف التي يسعى دائما حزب البعث العربي الاشتراكي على العمل عليها، التشجيع على العمل التطوعي وخاصة بين شريحة الشباب، عماد أي مجتمع من المجتمعات ومستقبله قائم على هذه الشريحة. أهم أهداف فعاليتنا اليوم واللي هو التشابك مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتدريب كوادر بشرية على التعامل مع الكوارث والعيش في الظروف الكارثية مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مع المجتمع المدني بالكامل، ورح نقوم يد بيد ندرب ونعمل ونحضر، ومثل ما بنعرف أي شيء ما بنكون مستعدين له سنقف عاجزين عن التعامل مع هذا الظرف الطارئ. طبعا الملتقى فرع الإغاثة تشاركي تطوعي تعاوني، الأيام القادمة رح يكون عم نجهز وعم نشتغل كرمال مشفى ميدان يضم 1000 شاب وشابة للتدريب على الإغاثة، على العمل الميداني للإغاثة والإنقاذ. يعنى ملتقى الأسرة السورية بالنشاط السلمي الإنساني الذي يهدف إلى مراقبة ورصد وتحليل البيانات الزلزالية أو أي كارثة طبيعية لتفادي الكارثة بأقل الأضرار. صباح الخير عن جديد مشاهدينا، واكيد من اللاذقية رح ننتقل الى مدينة حمص، وضمن محطتنا التالية اكيد رح نسلط الضوء على انشطة نقل التقاني في جامعة البعث اكيد، والفعاليات العلمية اللي تم الإشراف عليها أكيد بواسطة الدكتور إبراهيم تركماني مدير مكتب نقل التقاني وأستاذ في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. صباح الخير سوريا دائما. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. خلينا هيك بدايه نستذكر بعض اعمال المكتب واهم المهام اللي عم تشرف عليها حضرتك. يعني بدايه انا استاذ في كليه طب الاسنان جامعه البعث ومدير مكتب نقل التقانة في الجامعه. ماذا يعني مكتب نقل التقانة في جامعه البعث؟ يعني أنه أحدث بتكليف من السيد رئيس جامعة البعث ويتبع مباشرة للسيد رئيس الجامعة. طبعا المكتب بشكل عام يوجد عدة مكاتب منهم مماثلة مناظرة في الجامعات الخاصة والحكومية. طبعا هذه المكاتب أحدثت نتيجة قرار كريم من رئيس مجلس التعليم الأعلى سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ قرابة السنتين، ومن ثم تم
بالهيئة العليا للبحث العلمي قرارا من السيد الدكتور رئيس أو مدير الهيئة بإحداث المكاتب، المكتب الوطني لنقل التقانة. إذا مكتب نقل التقانة له مرجعية، هي اللجنة الوطنية لنقل التقانة وتتبع الهيئة العليا للبحث العلمي، وإداريا تتبع لرئيس الجامعة. الغاية من هذا المكتب إحداثه هو ربط الجامعة بالمجتمع من حيث ما هو جديد في الجامعة من اختراعات وأبحاث يمكن نقلها لتكون أداة إنتاجية في يد المعامل ورجال الأعمال الصناعيين. عندما نتكلم عن الجامعة طبعاً نتكلم عن كل الاختصاصات، يعني أنا أستاذ في طب الأسنان، وبالتالي يعني هذا الموضوع كلفت أنه أكون مديراً لمكتب نقل التقانة، طبعاً لاعتبارات أنه انتقاء لدي عدة براءات اختراع وبمجال الإبداع لي يعني عدة إبداعات، وبالتالي كان اختياري بهذا المجال. طبعا الإشراف بيكون على كافة الأصعدة بالجامعة وكافة الكليات لجعل الطلاب يعني بكافة مستوياتهم، المرحلة الجامعية الأولى والعليا كدراسات عليا ماجستيرات أو دكتوراه، من لديهم حالات إبداعية وبراءات اختراع توظيفها وربطها مع مواقع الإنتاج بالمجتمع. طبعا عندما نتكلم عن حمص نتكلم عن يعني منطقة وسطى كما هو معروف، تتمتع أنها منطقة يعني بعالية المستوى زراعيا صناعيا. طبعا لماذا نقول أنها يعني عالية المستوى صناعيا؟ لإحداث يعني منطقة حسياء الصناعية مدينة، وبالتالي يعني يوجد عدد من المعامل المهمة في منطقة حمص، وبالتالي يمكن لمكتب نقل التقانة التعاون وربط للجامعة بهذه الفعاليات الاقتصادية المهمة، وبالتالي يمكن تطوير الحاجات الصناعية التي يعني يمكن أن تطور من الحالة الصناعية بالمجتمع. وبالتالي الموضوع يعود برمته إلى الحالة التنموية والإنتاجية، هذه يعني الفكرة منها. وبالتالي أحدثت هذه المكاتب أو اللجنة الوطنية لنقل التقاني في سبيل ربط هذا الجانب الإنتاجي التنموي بشكل علمي ومطور مع هيئة البحث العلمي، وبالتالي ما لدى الجانب الإنتاجي من وسائل يمكن تطويرها وما لدى الجانب العلمي المتجلي بأساتذة الجامعات وبطلبتها من حيث الأبحاث العلمية الذي يقومون بها. وبالتالي هذا الموضوع يعني مهمة كانت يعني على عاتق مكتب نقل التقاني كبيرة. طبعا هي مهمته، وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا كذلك هي تطوير و يعني توثيق حالات الإبداع بحيث تكون محفوظة قانونياً لدى الأساتذة والطلاب في سبيل تحويلها من حالة إبداعية بحالة قانونية اللي هي براءات الاختراع، وبالتالي تشجيع الطلاب على هذا المنحة ومساعدتهم في وتسهيل يعني تسجيل إبداعاتهم في براءات الاختراع. كمان دكتور كان في عدة فعاليات وورشة عمل حول الوردة الشامية كانت تحت عنوان الوردة الشامية وتراث وثقافة وصحة، وكمان نتج عنا عدة مخرجات، خلينا نحكي عنها وعن أهميتها. حقيقة هذه الورشة أنا أتقدم يعني بجزيل الشكر بداية
للتعاون الكبير من الأمانة السورية للتنمية التي يعني كانت مشاركة فعالة وراعية لهذا الأمر بورشة العمل التي أقيمت في رحاب جامعة البعث وبرعاية كريمة من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة. وكانت هذه ورشة العمل مهمة، شارك فيها الباحثون ومن جامعة البعث وفريق البحث الذي اهتم بالوردة الشامية وباحثون ومحاضرون من الأمانة السورية للتنمية. طبعا يعني أنا كانت النجاح بهذه الورشة بفضل كمان يعني مشاركة مهمة من الاتحاد الوطني لطلبة سوريا مشكورين. فكانت هذه الورشة ذات إطلالة علمية يعني تسلط الضوء على الوردة الشامية بشكل واسع ومهم، وطبعا من خلالها يعني سلطنا الضوء على منتج مهم جدا كان بالنسبة لنا من يعني فريق بحث الوردة الشامية يلي استطاع أن يشكل أو يحصل على براءة اختراع بمعجون أسنان وأصول الفموية من الوردة الشامية طبعا، ونال براءة اختراع. ومن ثم بعدها يعني براءة اختراع نال جائزة في الذهبية بمعرض الباسل، وكذلك نال جائزة مهمة ذهبية في لبنان، ونال من جنيف جائزة 2023 لمنطقة الشرق الأوسط. وبالتالي يعني كان يعني ورشة العمل تضم جوانب مهمة سلطت الضوء على الوردة الشامية بشكل عميق، وكان حضور يعني للطلبة بشكل واضح، وهذا يعني تنمي بفكر الطلبة نحو الإبداع ونحو المنتج الوطني الذي سجل بفضل جهود الأمانة السورية للتنمية باليونسكو. وبالتالي يعني هذا التطوير أو إضاءات على موضوع المنتجات الوطنية ذات البعد الاقتصادي والتراثي المهم للمجتمع. تمام دكتور، من الوردة الشامية خلينا ننتقل نحكي، حضرتك أستاذ ورئيس قسم بكلية طب الأسنان بجامعة البعث وأيضا من مؤسسي هذه الكلية، يعني ورش عمل مستمرة وعديدة ومؤتمرات علمية إن كانت بمشاركات من سوريا وخارج سوريا، احتضنتها هي الجامعة لتواكب كل جديد بطب الأسنان، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلأ حقيقة يعني كلية طب الأسنان بجامعة البعث أحدثت بمرسوم كريم وعطاء كبير من سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وهذا المرسوم أحدث من خلاله كلية طب الأسنان في جامعة البعث. يعني وبالتالي في عام 2014 وبالتالي كانت البداية لي يعني تتشكل جامعة البعث بأسرة بفرد من أسرتها اللي هي كلية طب الأسنان. كانت الحاجة ملحة حقيقة من أجل تخدم المنطقة الوسطى بشكل مهم ومادي ومحافظة حمص بشكل خاص، بالإضافة إلى يعني كل المدن السورية. طبعا الموضوع إنه كلية طب الأسنان يعني هي نصف أساتذة كانوا يداومون ضمن الجامعة لكن بموقع جغرافي هي بمدينة حماة، ومن ثم بعد ذلك انفصلت وأحدثت جامعة حماة، وكان في كلية طب الأسنان بجامعة حماة والآن في كلية طب الأسنان في جامعة حمص بجامعة البعث بحمص. وبالتالي هي النقطة شوي اللي بتغيب عن الجمهور بالسؤال عن كلية طب الأسنان بجامعة البعث، فتاريخيا إذن بهذا الشكل. طبعا نتيجة أنه خبرات أساتذة، ليش أنا حكيت عن النقطة التاريخية، يعني الأساتذة اللي موجودين ما هن أساتذة محدثي بالتعليم العالي، لا هن أساتذة لهم عراقة كبيرة وعندهم تاريخ تعليمي وبحثي مهم جدا، وكلهم أساتذة يعني متميزين حقيقة بشكل كتير كبير وعندهم
قدرات جدا عظيمة، مؤهلين وأساتذة يعني بمستوى جدا عالي. زملائنا بالكلية كانوا يعني أسرة متماسكة جدا، قدرت من خلال التعاون العلمي الكبير بيناتهم أنه يعني يسيروا بالعملية التعليمية بشكل كبير وممنهج، لدرجة أنه اليوم نحن الحمد لله خرجنا عدة يعني خريجين دفعات من الكلية وبنجاح، وطلابنا كلهم يعني بتابعوا بالدراسات العليا، ومنهم من افتتح العيادات الخاصة حول الجامعة بمدينة حمص، ونتابع أخبارهم وأخبارهم رائعة مع العلاجات التي تقدم للمجتمع، وهذا يعني فخر لجامعة البعث كلية طب الأسنان بمنتج علمي مهم، يعني سواء نافس بالماجستيرات بالجامعات الأخرى أو ضمن المجتمع كان بإمكانهم فتح العيادات بشكل ممتاز جدا ومعالجة الناس بكل يعني بكل يعني إمكانيات مهمة لطبيب يقدر حديث ويفتتح عيادي وينطلق مباشرة. هاي نقطة نعتز بها. طبعا نحن وقت نحكي على كلية طب الأسنان بجامعة البعث بنحكي على منهجية عالمية تتبع بالجامعات السورية كلها، يعني كل كليات طب الأسنان تتبع نفس المنهجية العلمية، وبالتالي يعني نحافظ على المستوى السوري اللي بنعتز فيه بطب الأسنان ونحافظ على المستوى العالمي. نتميز بكلية طب الأسنان بالعمل المهم جدا بالإضافة للنظري طبعا لمستوى الأساتذة والإشراف من أطباء مهمين بالجانب العملي، ونتميز بالتعويضات باعتبار أنا بدرس هالمقرر هذا، أنه نحن يمكن الجامعة الوحيدة أو كلية طب الأسنان ومنشجع الآخرين على المعالجة بالأجهزة الهيكلية اللي كتير مهمة بالنسبة لنا. فإذا في تميز حقيقة في كلية طب الأسنان بشكل كتير مهم بالناحية العملية للمستوى العالي اللي بيمارسوه طلاب طب الأسنان، وهذا عم نلاحظه بين خريجينا. النقطة الثانية اللي هي حضرتكم تفضلتوا فيها وهو النشاط العلمي بالنسبة لكلية طب الأسنان. طبعا إيمان إدارة الكلية وإيمان الأساتذة في الكلية بأهمية رفع سوية طبيب الأسنان وطالب طب الأسنان باستمرار، تقوم الكلية من خلال إدارتها مشكورة بتنظيم دورات مهمة سواء على الصعيد العملي أو النظري ومستمرة، يعني نحن لدينا دورات مستمرة يلقي هذه المحاضرات ويشرف على هذه الدورات أساتذة الكلية، ويشاركنا حقيقة أساتذة من جامعات القطر سواء من دمشق أو من تشرين أو من حلب أو من طرطوس أو من حماة، فكل الكليات طب الأسنان نستضيف أساتذة محاضرين يشاركون هذه الدورات التي يعني تسلط الضوء على أحدث ما يوجد من أبحاث ومن أفكار إبداعية علمية في مجال طب الأسنان. طبعا طب الأسنان هو يعني من الفروع المهمة التي يعني يبدع فيها الطالب والأستاذ والممارس، وبالتالي أكيد دكتور الطلاب عندك والخريجين والأطباء يلي أكيد بيفتخروا أنه عندهم دكتور وأستاذ مثل حضرتك يتابعهم دائما بالفعاليات والمؤتمرات والاهتمام كمان. خلينا هيك بآخر كم دقيقة من وقتنا نعرف شو هي تحضيراتكم القادمة. هلا الموضوع نحن حقيقة بالأسبوع القادم عم نحكي ببداية كانون الأول، في عنا دورة مهمة يعني بالجراحة الفكية ومشارك فيها عدد من الزملاء ومسلطين الضوء على أكثر من جانب بالجراحة الفكية، سواء الجانب التعويضي أنا مشارك بمحاضرة أو بالجانب الجراحي البحث، وحتى بالجانب اللي بيتضمن
التقويم مع الجراحة، وبالتالي الموضوع يعني كل أساتذتنا نحن مشاركين بهالدورة بالإضافة إلى زملائنا من جامعة دمشق ومن جامعة تشرين، وبالتالي الموضوع يعني حقيقة في له تناول لموضوع كيف نحضر الفم جراحيا بشكل جيد، ومن منظور يعني متنوع بين الأساتذة لبعدين يشاركوا بحوارات ونقاشات مع الأطباء المشاركين. طبعا هاي الدورة موجهة للأطباء لأطباء الأسنان، وبالتالي يعني في حضور جيد وفي يعني مستوى من المحاضرات كتير مهم، لأنه أحيانا الموضوع الواحد راح يتناول بأكثر من وجهة نظر، وبالتالي الأساتذة يعني راح يتناقشوا بالأفكار العلمية يعني مع الأطباء الممارسين يعني مشاركين بهالدورة هاي، وبالتالي يعني هاي من يمكن ختام العام 2023 بكلية طب الأسنان راح يكون بهالدورة هاي. طبعا الدورة ما بتنتهي هون، لأنه هي بتبلش وبتبدأ بعدين بمرحلة عملية وبتاخذ وقت مهم. يعني نحن بالسنة الماضية عملنا دورة بمئة ساعة، دورة نظرية وعملية، وبالتالي يعني في عنا دورات طويلة المدى مهمة سواء بالجراحة أو بالزرع أو بالتعويضات أو بالتقويم، وبكل المجالات يعني بيكون في دورات متخصصة ذات أهمية بالنسبة لطالبنا وبالنسبة لزميلنا طبيب الأسنان. تمام دكتور، يعني حابة أسألك اليوم قدي مهم جيل الشباب، إذا فينا نقول الخريجين من كلية طب الأسنان، حضور المؤتمرات العلمية والندوات للانفتاح على ثقافات جديدة، لتعرف على خبرات الأطباء، لمعرفة ما هو جديد اليوم بطب الأسنان. هلا الموضوع بموضوع المشاركات وموضوع ليش نحن بنعمل يعني دورات ومؤتمرات. حقيقة الدورات والمؤتمرات في لها أهمية وإلى بعد علمي وتفكير ناضج من الذي أحدث هذه الدورات وهذه المؤتمرات، لإيمان من يقود هذه العملية الإدارات العلمية، أنا بدي أقول لإيمان بأنه دائما في علوم متطورة. طبعا من يلتقط هذه العلوم هن الناس المتخصصين والأساتذة بهالمجال، هذا بيعرفوا وين النقاط المتطورة، لأنه هن ناس رجال علم ومتابعين لآخر المستجدات العلمية، وبالتالي يستطيعون أن يتفهموا أي طريقة أو أسلوب أو بحث ويستطيعون نقله لجماهير الأطباء الأسنان. وبالتالي هذا الموضوع غايب الأهمية، غايب الأهمية يكون في دائما يعني دورات، لأنه دائما في عنا مستجدات بطب الأسنان أكيد بالعلوم الطبية بشكل عام وبالعلوم الهندسية، لكن خلينا نقول أنه بالمجال طب الأسنان دائما في حالة تطورية عالية المستوى، لسبب أنه أطباء الأسنان هن بيمارسوا يدويا، مساحة الممارسة واسعة جدا، يعني ما في طبيب أسنان ما عنده عيادة أو بيدخل بمجال الدراسات، والأساتذة هن دائما إذا بتشوفوا مبتكرين، يعني غالبية أساتذة طب الأسنان هن بحالة إبداعية كبيرة، لأنه بتمتزج مع المهارات اليدوية ومع الحالة الفنية اللي بيعيشها الإنسان. ما أنا يعني بحثي علوم بحثي، لا هي علوم فيها كتير من الممارسات المهمة تتعلق بالذوق العام بالفن بالعلم كمان. بالضبط، وبالتالي هي بتعطي حالة إبداعية وحالة نفسية عالية المستوى بالنسبة للباحث، لأنه بيشعر بوجود أنه هو دائما في شيء عم يقدر يحط شخصيته فيه وفكره فيه، وبالتالي ممكن يحط هاللمسة الخاصة فيه، وتكون حالة يعني مهمة جدا بالإبداع. وحقيقة أنه أساتذة الجامعة هن حافز جدا مهم بتحفيز هالإبداع هذا. والشيء المهم أنا اللي بدي أقوله، حقيقة يجب أن نثني على من أحدث معرض الباسل للإبداع والاختراع، يعني هذه الفكرة الرائعة جدا التي خدمت الأجيال وخدمت يعني طب الأسنان بموضوع إظهار المبدعين.
والمخترعين، وبالتالي عم نشوف المساحات الكبيرة بكل المجتمع من حالة الإبداع يلي موجود اللي تسلط والدولة ترعاها بشكل يعني مهم ضمن معرض مهم لتقدموا بعدين للعالمية. ونحن شفنا من خلال معرض الباسل أي تشجيع لطلابنا خاصة بطب الأسنان وطلاب الجامعة بشكل عام، إنه من خلال معرض الباسل المشاركة تعني مشاركة عالمية، يمكن أن ننتقل من الحالة الوطنية بمعرض الباسل ليصير في ترشيحات لموضوع المعارض العالمية. أكيد دكتور، بنتمنى دائما المزيد من الفعاليات والتطورات يلي أكيد بنواكب أحداثها مع حضرتك، وأكيد كتير من التفوق والنجاح والعالمية لكل خريجين وأطباء الأسنان وكل المجالات مشان ما حدا يزعل. شكرا لك. شكرا. للختام الدكتور إبراهيم تركماني مدير مكتب نقل التقانة وأستاذ في كلية طب الأسنان جامعة البعث، نورتنا وأكيد يعطيكم العافية وجهودكم الكبيرة ضمن هذا المكتب. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. كملين صباحنا معكم مشاهدينا، ولكن المرة مع هايدي. أكيد ورح نبقى أكيد عفاف بأجواء الثقافة وأنشطة عديدة ومستمرة ضمن وزارة الثقافة والهيئة العامة السورية للكتاب، وأكيد اهتمام كبير بدعم المبدعين والموهوبين بالأدب والكتابة والشعر. الخميس الماضي تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لجوائز الأعمال الأدبية والفنية المميزة لعام 2023 بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق، وأكيد كل هذا الشيء عفاف للنهوض بالثقافة والأدب أكثر وأكثر. وهلأ هايدي رح نستذكر كمان أسماء الفائزين، وفاز بجائزة عمر أبو ريشة للشعر الشاعر مفيد والسوف، وعن جائزة حنا مينا للرواية الكاتبة وجدان أبو محمود، أما عن جائزة سامي الدروبي للترجمة فكانت من نصيب عبير حمود، وفازت بجائزة القصة القصيرة الموجهة للطفل ميادة سليمان. وأكيد للحديث بشكل موسع أكثر عن هذا الموضوع اليوم بصرنا أنه نستضيف الدكتورة ماجدة حمود، عضو لجنة التحكيم بالجوائز الأدبية للهيئة العامة السورية للكتب. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا. أسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا فيكي. خلينا هيك بداية حطينا بالأجواء للمسابقة الأدبية والفنية كيف كانت، وخبرينا أكثر عن الجوائز والفائزين. الحقيقة الدعوة للجوائز مهمة جدا، كانت الوزارة حاولت دعم الإبداع وتحاول دائما دعم الإبداع، ورغم الظروف القاسية التي نعيشها وأنا أدرك كم كانت معاناة الوزارة من أجل دعم هذا المشروع الثقافي، الجوائز مهمة جدا، مهمة للشباب، مهمة للكهول والشيوخ أيضا، لأنه تشكل دعما ماديا ومعنويا وليس فقط في الجانب المادي. لو حسبنا الأمر من الناحية المادية فنحن من الخاسرين فعلا، لأنه القيمة ليست بالمادة. أكيد. الحقيقة نحن في جوائز خاصة في هذه المرحلة تشكل دعما كبيرا نفسيا ومعنويا للمبدع. لاحظت مثلا حدث سعيد كان بالنسبة للشباب وبالنسبة للكبار من لهم خبرة في التجربة الإبداعية ويبحثون عن اعتراف، ولا السعيد أو الملفت للنظر في هذه الجوائز أنه فوز كثير من العنصر النسائي فيها، وهذا دليل أن المرأة في سوريا بدأت تشق طريقها نحو إبداع أصيل، ويحتاج بصراحة أي مجال سواء كانت الرواية القصة الترجمة تحتاج إلى جهد كبير ومخلص للتميز. الآن لو سألنا عن أهمية هذه الجوائز فهي أولا تشكل نوعا من الاعتراف الخارجي، المبدع يعترف بينه وبين نفسه بينه وبين نفسه بقدرته، لكن يريد للمتلقي الخارجي أن يعترف بجهده، وتشكل الجوائز نوعا من هذا الاعتراف. لذلك
كل منا يبحث في لحظة ما عن يد تسنده. الجائزة هي يد معنوية تسند المبدع، وكلنا بحاجة في لحظة ما إلى هذه اليد. أهمية إذن الفائزين، بالنسبة للفائزين هي الاعتراف، الدعم المعنوي، النشر، الانتشار، هذا مهم جدا، والوزارة لا تقصر في هذا المجال. فإذا كان هناك تقصير، فالتقصير من ناحية المادية والظروف القاسية تلزم الوزارة على أن يكون المبلغ ضئيلا. كنت أتمنى لو يكون هناك نوع من الدعم من الشركات الأجنبية، من القطاع الخاص في بلادنا، أن تدعم الثقافة. الثقافة في مجالنا اليوم هي أحد وسائل الإنقاذ في لواقعنا الصعب. أكثر الشباب اليوم أو أكثر المبدعين يرحلون عن سوريا بسبب الضغط المادي، صحيح، وهم بحاجة إلى دعم. الدعم يأتي من القطاع العام، هلأ الجوائز من يقترحها في سوريا؟ قطاع العام. قلما نجد قطاع خاص يفكر بالجوائز، صحيح. فنحن بحاجة إلى دعم الجانب الآخر هو القطاع الخاص. يعني يا دكتورة ماجدة، اليوم حكينا مواهب ومبدعين ومبدعات، كان أكثر شيء جوائز من حظ العنصر الأنثوي. اليوم خلينا نحكي شو هي المعايير اللي كانت يلي اعتمدتها كمان لجنة التحكيم. أول شيء في اختيار المحكمين، نحن بحاجة إلى اختيار محكمين يملكون أدوات الثقافة والمعرفة التي تجعل حكمهم أقرب للموضوعية. طبعاً في الأدب بالمطلق ما في موضوعية، لكن في مقاييس نحتكم إليها تقربنا من الموضوعية. ومن يعمل في مجال الأكاديمية والتدريس والترجمة، يعني لديه خبرة، هو أقدر الناس على التحكيم الموضوعي. في أذواق لا أنكر ذلك، في مجال القصة والرواية في اختلاف بالذوق، لكن ثمة معايير عامة معترف بها في الجوائز وفي تلقي الأدب بشكل عام. يعني أنا أقرأ رواية أحس بمستوى معين تخاطب ضميري، تخاطب خيالي، تخاطب إحساسي بلغة سليمة. المعايير أساسية موجودة أو يجب أن تتواجد لدى محكمين عدول. يعني تحكم الأهواء في عمر معين ممكن، لكن في عمر الكهولة وما بعد الكهولة تتحكم الموضوعية أكثر. فلذلك كان المحكمون في نظري يعني أقرب للموضوعية، لأنهم لديهم خبرة، لديهم علم، ولديهم أيضا إحساس وذوق في مجال الأدب، أو حتى خبرة في مجال الترجمة. تمام دكتورة، يعني خلينا حضرتك اليوم ضمن لجنة التحكيم كنا عم نحكي عن الأسس أو المعايير الموضوعية اللي بيتم اليوم على أساسها اختيار الفائزين. طيب خلينا نحكي في عدد معين كان للمشاركين، كيف كانت سويتهم، المواضيع أو النصوص اللي قدموها هدول المشاركين، شو كانت أكثرها؟ هلا هم الوطن. بصراحة أنا لاحظت بالنسبة للقصة هم الوطن، هم قضايا وطنية، هم الإنسان في هذا الوطن، معاناته من عدم تأمين لقمة عيشه، أو من معاناة المرأة بالتحديد كان لها حضور في عدد النصوص. يعني أنا قرأت مثلا في مجال القصة القصيرة لاحظت هم المرأة كان حاضرا بشكل واضح في القصص. طبعا المقاييس الموضوعية في القصة، حين أقرأ مثلا قصة قصيرة أول شيء يجب أن تشوقني، أن تجذبني بخيالها، بلغتها السليمة أيضا. يعني أنا التشويق عندي والخيال مهم بقدر ما نقدم لغة سليمة، صحيح، بقدر ما نأتي لفن حساس كالقصة القصيرة ونقدمه بأقصر قدر ممكن من الكلمات. التكثيف اللغوي في الإبداع عامة حتى الرواية
صحيح هي الرواية فن التفاصيل الموحية، التفاصيل الموحية تحتاج إلى كثافة أيضا، لذلك نحن بحاجة إلى تصور إبداعي يرقى بالمستوى، مستوى الوعي، مستوى الإحساس، مستوى الخيال، كل ذلك لا يمكن أن يصل إلا عن طريق اللغة. ما ألمني حقا أن بعض المبدعين أو الذين يطمحون إلى أن يكونوا ربما كانوا شبابا وهذا حقهم في البداية يخطئون، لاحظت أنهم يعانون من ضعف باللغة. صحيح. كنت أتساءل بيني وبين نفسي كيف يجرؤ مبدع على أن يكتب بلغة، يعني عنده طموح ويكتب بلغة غير سليمة. طيب شو السبب؟ سبب في عنا ضعف باللغة، ضعف باللغة هو ضعف بالثقافة السطحية بالتفكير، مردها للثقافة. يمكن دكتورة أوقات بنلاقي كتير أشخاص عندهم ثقافة ولكن اللغة عندهم بتكون كمان ضعيفين فيها، مثل ما تفضلتي حضرتك. خلينا نحكي على هاي الحركة اللي عم نسوها، توزيع الجوائز والتطوير من مهام المشاركين وإبداعهم، لأي درجة شجعت حركة التأليف والنشر والطباعة كمان؟ يعني كل ما أتمنى أن تكون هذه الجوائز دافع، أن تكون هذه الجوائز نعمة وليست نقمة. بمعنى نعمة تدفع الشاب ليبدأ أكثر. يعني أنا أخذت جائزة معنى ذلك أنني أتحمل مسؤولية أكبر من قبل، أن أحمل اسم أو استحقاق هذه الجائزة. الاستحقاق لن يكون أمرا بسيطا، أن أحافظ على هذا المستوى. لذلك نجد كثير من المبدعين بعد نوبل يصمتون أو لا يتجرؤون على الكتابة، لأنهم يريدون أن يحافظوا على مستوى أرقى، لا أن يقفوا الوقوف، تراجع بالإبداع. أي توقف هو تراجع. الإبداع سواء كان بالكتابة أو الترجمة، الاستمرار هو في أن نضيف شيئا، أن نضيف من ناحية الخبرة. الخبرة ليست على صعيد المخيلة أو التجارب، وإنما أيضا على صعيد اللغة الإبداعية. أكيد هاي المسابقات كلها. إذن فقط أريد أن أشير على قضية النقمة، إنه أنا أخاف الآن مثلا حجبنا جائزة القصة القصيرة، كل ما يؤلمني أو يؤرقني أن نجد بعض الشباب يحبط لأنه لم يفوز. هذه تجربة عليك أن تضيفها إلى مخزونك، وتكون يعني عدم الفوز نوع من التحدي. أكيد أتمنى أن لا تكون، يعني يكون حجب هذه الجوائز نوعا من النقمة. صحيح، وأوقات الشخص ما بينجح إلا إذا فشل، لهيك الفشل ضروري لحتى نتعلم كيف ننجح. كثير هلا كثير من المبدعين في البداية فشلوا ولم يجدوا ناشرا ينشر لهم روايتهم الأولى، ثم يعني بحثوا وبحثوا ولم ييأسوا وطوروا أدواتهم. تطوير الأدوات، هلا اللغة تتطور بالتجارب بعدة يعني نصوص، أما أن نكتب نصاً ونكتفي أو نيأس إذا لم نفوز بالجائزة فهذا ضعف، ضعف بشخصية المبدع، ضعف بقدرته على عدم التحدي. ونحن بحاجة إلى في هذا الوقت، طبعاً أنا أقبل بكل من قدم لأنه فعلاً يتحدى ظروفاً قاسية. كل من تقدم للجائزة فاز أو لم يفز هو تحدى ظرفه الصعب، و هذا الظرف دفعه لأن يكتب ويحلم. كل ما أتمنى أن لا يحبط، أن يستمر بالحلم، لأنه الأيام قادمة وإن شاء الله سيفوز. تمام، يعني عم نحكي هاي المسابقات المتعلقة بالأعمال الأدبية والفنية عم تقام كل عام. نعم. خلينا نحكي يعني اليوم شو فرقت عن المسابقات بالسنوات الماضية؟ كان في جديد أضفتوه اليوم بهي المسابقات أم كان في إنقاص لشيء معين ما قدرتوا تطبقوه هاي السنة؟ كان في غياب للقصة القصيرة الموجهة للكبار يعني غابت فترة طويلة عن الهيئة مسابقة القصة القصيرة. تمام. وهذا العام اقترحت من جديد، اقترحت وتقدم إلى القصة القصيرة عدد لا بأس به، يعني فوق 40 نص. لا أقول كلها سيئة أو رديئة، لكن مقاييس أذواق، مقاييس القصة القصيرة حساسة جدا، هذا الفن مثل الشعر، لذلك يخطئون فيضعون مقاييس الرواية على مقاييس القصة فتضيع
القصة القصيرة. صحيح. فاليوم يعني أنا الإنجاز الحقيقي أنه لفتنا النظر إلى أهمية هذا الفن وكيف يغفل، يعني نهمله، ووسائل التواصل الاجتماعي أساءت إليه. لأنه أي إنسان يستطيع اليوم أن يكتب قصة ويجد قراء ومعجبين له، ومع الأسف لا يكون على مستوى لا لغوي ولا جمالي. معيار الأساسي للتحكيم هو جمالي، تشويق. الجمال والتشويق لن يكون دون لغة سليمة. تمام. دكتورة، خلينا نركز على هدول الأشخاص يلي ما ألقوا حتفهم بالإبداع ولا لقوا دعم ولا لقوا حتى ممكن طباعات لمنشوراتهم أو كتاباتهم. خلينا ننصح نصيحة مهمة لكل الشباب المبدعين اليوم حتى ما ييأسوا أو ما ينطفي هذا الشغف فيهم أو ما يحسوا حالهم أنه من أول محاولة فاشلة لهم أنه تسكر الطريق بوشهم. نصيحة لهيك تقوي معنوياتهم لحتى استمروا بالإبداع. أي استمرار هو تحدي. لا يمكن أن نتكل على ظروفنا، ظروف القاسية التي نعيشها جميعا اليوم في سوريا وربما في خارج سوريا في معاناة اليوم. أصلا المعاناة تولد إبداعا. الألم العظيم كما يقول موباسان يولد إبداعا عظيما. لن نجد أبدا مبدعا لا يعاني من أزمة كبرى. شباب وغير الشباب أنصحهم بأن يستمروا، أن يطوروا أنفسهم كل يوم، يجعلوا من هذا اليوم مناسبة لتطوير الحياة بشكل عام والكتابة من بين هذه الحياة. تمام. دكتورة ماجدة، سريعا بالختام، يعني الأشخاص يلي ما حالفون الحظ وما فازوا بهي المسابقة بيقدروا يسجلوا بالسنوات الجاية؟ طبعا الباب مفتوح. تمام. هلأ أغلق لمن فاز. تمام. وفتح لمن لم يفز، فهم كثر أمامهم الأيام القادمة. كل ما أتمنى أن لا يتوقفوا عن الكتابة. فالقلم إن توقف أصيب بالصدع. أكيد. والروح أيضا معه. نحن نصدع حين لا نحلم. هلا الجائزة حلم. نصدع أرواحنا حين لا نحلم. وكلنا مدعو للحلم والكتابة. أكيد. بالختام بدنا نتشكر حضرتك الدكتورة ماجدة حمود، عضو لجنة التحكيم بالجوائز الأدبية للهيئة العامة السورية للكتاب، وإن شاء الله هيك يا رب المزيد من التألق والنجاح لكل المبدعين. إن شاء الله. أكيد. شكرا لك دكتورة، ودائما نحن بالثقافة والأدب والفكر بنرتقي. أهلا وسهلا فيكي. كملينا صباحنا معكم مشاهدينا، ولكن هلأ رح ننتقل إلى مدينة حلب وإلى مديرية التربية حصرا، وهي عم تواصل أعمال تأهيل المدارس اللي تضررت جراء الحرب الإرهابية على سوريا ولوضعها أيضا في الخدمة، ومنها مدرسة عصام النادري بمنطقة طريق الباب. خلينا نتابع تفاصيل أكثر ضمن هالتقرير التالي. مديرية التربية في حلب تواصل أعمال تأهيل المدارس التي تضررت جراء الحرب الإرهابية لوضعها في الخدمة، ومنها مدرسة عصام النادري بمنطقة طريق الباب. نسبة الضرر تقريبا 60%، مدة العقد تقريبا 4 شهور. بنكون إن شاء الله خالصين بتأهيلها بشكل هيكلي، يعني المدرسة كأضرار إنشائية، كإزالة كتل عالقة وأضرار إنشائية وإعادة التأهيل بتكون خالصة. عام 2016 كان عدد مدارسنا 290 مدرسة فقط ريفا ومدينة. بعد تحرير حلب حاليا أصبح عدد المدارس حوالي 1800 مدرسة ريفا ومدينة. تأتي صيانة هذه المدارس بسعي من مديرية التربية وبدعم وجهود كبيرة من الحكومة لإعادة تأهيل هذه المدارس. أعمال إنشائية تتم وفق النموذج الحديث وبشروط فنية مناسبة بالاتفاق مع مديرية الشؤون الفنية. الأعمال بتتضمن إعادة مثلا البيتون مهدم كله، بده يعني إنه فك وإعادة تركيب وترميم وبناء، بالإضافة للأعمال البلاط كاملة، الأعمال الزراعة، أعمال الباحة طبعا تبليط الباحة، أعمال ترميم دورة المياه والسور. إن كثافة سكانية كتير كبيرة بتربط بين دوار طريق الباب، دوار الشعار، جورة عواد،
ظهرة عواد دوار الحلوانية، عندنا كثافة كتير سكانية، في حال نحن طلعنا 30 شعبة صفية رح يكون في أريحية بالأعطاء وأريحية للطلاب حتى يداوموا. عندنا مدرستي من الأول للسادس، عندنا مستوى فئة ب، مستوى أول وثاني وثالث. أثناء تأهيل المدارس تضاف ممرات خاصة للتلاميذ والطلاب ذوي الهمم وتأمين مخابر جديدة للتدريب العملي. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. كملين صباحنا أكيد، وانتقلنا لفقرتنا الختامية وخصصناها لحتى نحكي عن الفن التشكيلي والريشة الجمالية وإبداعها أيضا. أكيد يا عفاف، الفن التشكيلي مهم جدا، وأكيد الفنان التشكيلي كل فنان له أسلوبه الخاص، له بصمته الخاصة بالفن التشكيلي، قادر يوصل العديد من الرسائل بالمجتمع اليوم من خلال الريشة واللون والرؤية الإبداعية لمقاربة فنية. قدر الفنان بشير بشير أنه يحقق فضاء خاص فيه ويكون ماهر بإمضائه عبر لوحات عم تحاكي مختلف المواضيع الحياتية. نتعرف أكثر على ضيفنا، خلونا نرحب بالفنان التشكيلي بشير بشير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا صباحكم. صباح الخير. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم ختامها مسك جامعين هيك الفن والإبداع والتنوع والتميز أيضا مع حضرتك. خلينا نحكي مع حضرتك أنه أنت جمعت بين المكان والطبيعة وكتير كان في تنوع بأعمالك، خلينا نحكي عن هاي الأعمال، كيف هيك قدرت تمزج بين، في كمان كان شوية تناقضات، خلينا نحكي عنها. أول شيء يسعد صباحكم، وإحنا الفخر أنه دائما المحطات الإعلامية السورية يعني عم تواكبنا دائما كفنانين، وهذا الشيء فخر لنا. هلأ أنا بالنسبة إلي دائما الفنان يعني بدايته هو بداية، بتكون بداية فطرية، بداية طبيعية. ببلش بينطلق من هاي البداية بالمناظر الطبيعية، بالأحياء، بالتراث، يعني بأي شيء بيشوفه ممكن يحاول يوصفه على الواقع باللون، بالفكرة، بالموضوع. بلشت انطلقت كحالة من حالة كانت هي فرح ويعني وهواية، لحتى كملتها استقلتها بالدراسة وبلشت انطلقت فيها، اشتغلت الطبيعة، اشتغلت أي شيء ممكن يعني العين تشوفه بشكل صح. بعدين جاءت طورت هذا الأسلوب اللي اشتغلته، فت على الحرف الغير المقروء، الحرف العربي، معني بشتغل خط بس حاولت أوظف الخط ضمن التكوين، البناء الإسلامي، الهندسي، المعماري، الكتلة، الفراغ، بحيث أنه يطلع معي أشكال هي متناقضة، هي متشابهة، منسجمة ضمن العمل الفني بالرؤية البصرية وباللون. تمام، عم نتابع عبر الشاشة العديد من أعمالك الفنية اليوم أستاذ بشير. عنا العديد من الفنانين التشكيليين على الساحة الفنية، شو اللي بيميز اليوم فنك التشكيلي؟ عندك خبرة طويلة بهذا المجال، شو المدارس اللي اتبعت حضرتك؟ هلأ اللي بيميز الفن التشكيلي الأسلوب. يعني كل فنان مفروض يكون له نمط خاص، يعني الفنان هو عبارة عن قارئ، ذاكرة ممتلئة، ممكن يتابع كل المدارس بس بالنهاية بده ياخذ نمط خاص هو يعني يستمر فيه. يعني في أي مدرسة الفنان ممكن يمشي فيها الواقعية التعبيرية، يعني أي مدرسة بيحبها بيشتغل عليها، بس هدول المدارس بدمه ضمن الذاكرة، بيرجع بده هو يطالع أسلوب خاص متفرد مشان يتميز أنه هذا الفنان أسلوبه غير الفنان أسلوب الآخر. أيضا اليوم كانت في حصة للقضية الفلسطينية للفن وإبداعك، أيضا كان في عمل خاص بمدينة القدس، خلينا نحكي عن هذا العمل وشو كانت خصوصيته بالنسبة لك؟ هلا بالنسبة لي أنا جبت عمل من أعمالي وطلعت فيه هيك وزعلت عليه لأنه ناويله الشر، يعني جبته مقص وقطعت العمل كله، قصقصته عبارة عن مربعات 10 ب 10 سنتي، ورجعت حطيت لوحة وبنيته من أول جديد. يعني كل جزء من هالعمل اللي هو متناثر رجعت ولفتهم بلوحة جديدة، يعني هي عبارة عن مهما صار دمار وخراب نحن قادرين
التناسرات اللي عم تطلع ممكن نحن نرجع نضبها ونرجع نبنيها من أول جديد. يعني هي الفكرة أنه دائما الحياة مستمرة والإيقاعات موجودة ونحن قادرين نبني من أول جديد ونصلح مهما كان فيها الصعوبات. يعني كان العمل عبارة عن جرعة تفاؤل وأنه اللي جاي كله خير وكل شيء رح يصير حلو تمام. أكيد أكيد دائما البناء مستمر والحالة الإبداعية أو أي حالة بالإنسان قادر هو مهما كان في حالة إحباط في حالة انعكاس ممكن قادر أنه يرجع يتوازن وينطلق من جديد. أهم شيء الاستمرارية. طيب خلينا نحكي نتعرف على حضرتك أكثر، كيف عم تقضي يومك بالمرسم؟ حضرتك بتعطي دورات تدريبية بالفن التشكيلي، خبرنا أكثر. هلا أنا دائما يعني معظم وقتي متفرغ للفن، يعني أنا مجالي متفرغ، يعني تقريبا نص وقتي بالمرسم، في دورات لطلاب طلاب جامعة يعني الراغبين بأنه يسقلوا موهبتهم، أكيد هذا الشيء أنا مستمر فيه. للأطفال بس بشكل متوازن، يعني ما في مو بشكل عشوائي. اليوم أستاذ بشير أكيد في أمور كتير بالحياة أو بالواقع يلي منعيشه أو حتى ضمن الأحداث يلي منمرق فيها أو المناظر يلي حتى منشوفها ممكن تحرك فينا الحس الإبداعي، ولكن اليوم عند بشير شو الشيء أو الأكثر شيء خلينا نقول يكون كتير خاص لحتى يحرك الحس الفني عندك؟ هي الحالة البصرية بشكل عام. يعني أنا بمشي بالشارع اي شيء بشوفه دغري، يعني عندي الذاكره مثل سكانر دغري بلقط بلقط بجمع بركز وبوظفهم عندي، بس ارجع طالع هالتراكمات هي وبرجع بشوف كيف بدي اوظفها. يعني ممكن شوف تناقضات ضمن الشارع، يعني مكان ضخم قدامه حاويه قمامه، يعني هاي التناقضات بتعطيك فكره صحيح انه في سلبي وايجابي، هالتناقض بين السلبي والايجابي يوم بصير في عمليه المزج عم بصير حاله ثالثه، عم بصير حاله رؤيه بصريه جديده. هاي الرؤيه البصريه بدها تنطرح للمتلقي بشكل صح. انا بحاول اوظفها بس بطرحها باسلوبي بطريقتي الخاصه. طب خلينا نحكي عن لوحات حضرتك، عن الالوان المستخدمه، عم شوف في دمج اشكال، نحكي عن الرمزيه بالصور. هلا اعمالي هي دائما من الذاكره ومن التراث، يعني ما في فنان عالمي او اي فنان مرجوعه للتراث تبعه، مرجوعه لبلده، من تراثه، من الايقونات، من الأرابيسك، هي دائما الإيحاءات الشخصية. يعني تلاقي ضمن عملي يعني في كتير أنماط موجهة، بتلاقي الشجرة، الطبيعة، حركة الإنسان، أي فكرة بتلاقي أنا بطرحها. يعني عندي العمل هو عبارة عن مخزون، يعني أنا فيني هذا العمل الضخم جزءه لمراحل كتير. بس في أشخاص يمكن إذا كانت الصورة شوي غريبة ما كتير مفهومة بيحطوا عنوان، أنت مع هذا الشيء كرمال تنفهم الصورة أكثر؟ هلأ العنوان هو دائما بيجي ممكن يقلل من قيمة اللوحة؟ لا لا لا، العنوان هو يعني حسب فكرة العمل، ممكن تكوين، ممكن قراءة لعمل، ممكن أمومة، يعني حسب فكرة العمل بيجي العنوان على العمل. اليوم خلينا نحكي عن كثير من الموهوبين، خلينا نقول او عندهم هوايه بالرسم وبيطلع معهم ابداع، بس ممكن انه ما كثير عم يتسلط الضوء على ابداعهم او ما حدا عم يدير باله عليهم او حتى هنن ذات نفسهم يمكن ما هم مقدرين هي الموهبه اللي بين ايديهم. اليوم كيف ممكن ننمي هي الموهبه اكثر، نطورها اكثر من خلال الافكار او الالوان او حتى طريقه الرسم؟ هلا أول شيء في عنا نحن عاملين أساسيات، كلية الفنون واتحاد الفنانين، هدول يعني هدول يعني العبء الأكبر هو بيجي عليهم، مفروض هن يهتموا بالطلاب، يهتموا بالفنانين المنتسبين إذا كان كلية ولا اتحاد، الدعم المباشر للموهوب. الفنان صار فنان خلاص، يعني نحن نحاول يعني نبعد عنه شوي، ممكن هو يكون دارس بس شيء الفنان خارج اختصاص الفن. ايه في كثير فنانين دارسين حقوق، دارسين هندسه، دارسين طب، ما لهم علاقه، في زملاء كثير انه يعني مو مجالهم الفني، بس الموهبه عندهم مسيطره على الحالات العلميه، يعني الحاله الابداعيه مسيطره على الحال. هذا الشيء عم يعطيه قوه اكثر، عم يعطيه توظيف بصري بشكل صح.
بس نحن بنرجع كفنانين صار عندنا خبرة، مفروض نحن ندعم هاي الجيل الشباب. لو فنان جديد خريج كلية نقول انه لا يعني بس بده شغل يعني كيف لازم طيب. في صقل للموهبة. يعني هلا الكلية بتعلم، الاتحاد بيدعم، نحن كمجتمع فني بشكل عام مفروض نكون ايد واحدة. يعني ما عاد بيصفي فرق بين الطالب والاستاذ والفنان الكبير والهاوي، مفروض يكون نحن أسرة واحدة. هذا الدعم اذا ما كان مشترك ما بيكون في الجيل الجديد في هاي يعني الانطلاقة الصح. طيب خلينا نحكي عن الفن التشكيلي بين الماضي والحاضر، شو تغير، شو الإضافات الجديدة؟ هلا هو الفن التشكيلي دائما ذاكرة عم تتوظف ضمن الحدث اليومي اللي عم بيصير. بس هي الذاكرة إذا بنرجع للعصر الحجري كانت تنقش على الجدران. يعني كانت الرسوم هي الفن، هو موجود بالأساس، بس هي تراكمات وهال العامل الزمني والاستمرارية بالحياة دائما كل يوم في نقلة جديدة، بس كله مربوط ببعض. يعني ما بحسن أقول أنا فن قديم وفن حديث، بس الفن القديم أنا بيعطيني دراسة، بيعطيني عمق، بيعطيني مثلا إذا بروح أنا على لوحات فنية للعالمية لانطباعية، ماني موني مثلا، ليوناردو كذا، بشوف بتعلم كيف الضوء، كيف تسليط الألوان، كيف الكتلة، الفراغ. يعني هي الشغلات هي اللي عم بتوصلني. يعني أي طالب جديد عم يدرس حاليا إذا ما رجع للماضي لا يمكن وصل لشيء. صحيح مهم. صحيح، لأنه لحد هلأ نحن عم نشوف في رسم على الجدران بطريقة جمالية لحتى يزينوا الحيطان. مثلا مدينة حلب كان أمس بمبادرة شهيق زفير أطفال من ذوي الهمم، هنن اللي عم يرسموا بإيديهم وعندهم إبداع وحس فني عالي لدرجة أنه يعني نعطوا الثقة أنهم يرسموا على جدران مدينة حلب. لهيك يمكن ما في، بنضل مواكبين نحن الماضي والحاضر بهي كله القصة. مربوط. إيه ما في في ترابط يعني من بداية الكون لليوم لبكرة. يعني هي ما نحسن نفصل أو نجزئ الماضي عن الحاضر عن المستقبل. تمام. ويمكن أي شخص اليوم، أي فنان أو أي شخص موهوب عنده مشروع معين بيعاني من صعوبات خلال مسيرته العملية، شو الصعوبات أو التحديات اللي عم تواجهك اليوم من ضمن عملك؟ لا هي الصعوبات أغلبها مادية. يعني الظروف الأوضاع يعني هذا اللي احنا ما بدنا نهرب من الواقع. واقعنا يعني الفنان بده يقدم بس ما عنده الإمكانيات. يعني هلأ أنا طلعت لبرا وطالع بالخليج وعامل معارض دبي وكذا. يعني في فرق شيء إذا بدنا نحكي بالواقع. برا بيقدموا لك المكان والصالات والإمكانيات كلها، بس ما عندهم الخامات الإبداعية. عندنا بسوريا الخامات الإبداعية موجودة بس ما في الإمكانيات. يعني هاي الإمكانيات اللي موجودة برا بتنوجد عند الفنانين السوريين. أنا بعتبر فنانين سوريين بوصلوا للعالمية بسهولة. برأيك أستاذ بشير اليوم الفنان لازم يفكر بأنانية إنه يختار الألوان يلي بتريحه لإله، يلي بتواكب شخصيته لإله أو بتحكي عنه، ممكن ما تريح نفسية المشاهد أو اللي بده يشوف الصورة. كيف لازم يفكر بأنانية إنه خلص هاي الألوان أنا برتاح فيها، ولا لازم يفكر كمان بيه اللي بده يشوف الصورة؟ هلا هي الألوان هي كلها عبارة عن 3-4 ألوان. يعني إذا بتفوتي ألوان القوس قزح، ألوان الطيف، هي مجموعة واحدة بس عم يطلع منها كم هائل من الألوان. طريقة الدمج وال يعني بيحاول يرضي الطرفين. إيه حاله بس بالنهاية أنا برسم لوحة مثلا حمراء. في اشخاص ما بيحبوا اللون الاحمر. انا بتوترني اللون الاحمر. في اشخاص بيطير على لون. يعني انا يعني في اعمال بتنباع معي انا بكون مو راضيان عنها لاني انا مختار لون على ذوق غيري. او اذا كان بالابيض والاسود كمان بالعكس. هي اللون الابيض والاسود من اقوى الالوان. يعني انا بشوف هي الالوان الابيض والاسود هي الالوان الجرافيكيه يعني يلي ما الفنان اذا مو متمكن منها ما بيحسن يوظف اللون بشكل صح. كمان ما بتزعج حدا. مريحة نادرا. ايه مريحة. ايه دائما الألوان الرمادية هي يعني غامضة بالنهاية، يعني ما فيها هذا الوضوح مثل الحياة. يعني نحن ابدا ما بنحب الغموض ولا شوي. طيب خلينا نحكي، شاركت بمعارض اليوم لاستعراض لوحاتك الفنية، كيف كانت ردود الأفعال؟ هلا انا عامل حدود 30 معرض ومعارضي يعني معظمها كانت في سوريا، بلبنان، تركيا، بالإمارات،
الحمد لله كانت ردود الأفعال جيدة، ومعظم أعمالي الحمد لله يعني مقتنع من 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 ناس تفهم يعني تتذوق الفن بشكل صح. ويعني شو بدي أحكي، إنه الفن هو حياة. يعني الفنان إذا ما رسم ما بعتبر إنه حياته مستمرة. أكيد يعني كان برجع بقول لك كان ختاما مسك بين هي الفقرة الجمالية، وأكيد بدنا نتشكر حضرتك أستاذ بشير بشير، وإن شاء الله هيك يا رب المزيد من التألق والإبداع وكل شيء حلو. أكيد. شكرا شكرا لكم، وأنا دائما برجع بتشكر الإعلام السوري يلي عم بيسلط الضوء على، ما عم بحكي عني، على الجيل الجديد، لانه هذا الجيل الجديد كثير مهم انه ندعمه نحن. اكيد شكرا. شكرا لك، واكيد بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يسلمك. وصلنا هيدي لختام صباحنا اليوم، وشكرا لك، وشكرا اكيد لجميع المشاهدين. اليوم كانت حلقتنا بصراحه تحكي عن الاستمراريه والسعي ودعم المواهب، واكيد شيء كثير مهم لحتى نسلط الضوء على عن جد انه نستمر مهما كان حلمنا ومهما كان اليأس حوالينا والظروف الصعبة، لازم نضل عنيدين لحتى نحقق كل شيء بنحبه. بدي لكم صباح الخير آخر مرة اليوم، وكونوا بخير من هون لبكرة أكيد بفقرات جديدة ومتنوعة. أكيد شكرا لك يا عفاف، وأكيد شكرا لكل المتابعين وجميع القائمين على برنامج صباحنا غير. لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت مع ضيوف جدد وفقرات عديدة ومنوعة. ومن هلأ لبكرة، ضلوا بخير، باي باي.